أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. وفد المملكة المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس يستعرض مع قادة المنتدى دور المملكة البارز في مواجهة التحديات العالمية. برنامج سكني يعلن استفادة أكثر من 100,000 أسرة سعودية خلال عام 2023. اليوم منتخبنا الوطني يفتتح مشواره الآسيوي بلقاء المنتخب العماني على استاد خليفة الدولي. أهلا بكم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز حفل الاستقبال الرسمي ومأدبة العشاء لزواج الأمير عبد المتين بن جلالة السلطان الحاج حسن سلطان بروناي دار السلام. ونقل الأمير تركي بن محمد لملك بروناي تحيات قيادة المملكة وتمنياتها لسلطنة بروناي دار السلام المزيد من التقدم والازدهار. أطلقت شركة القدية الاستاد الرئيس الجديد بمدينة القدية الذي سيحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إذ سيكون من أبرز الملاعب العالمية ومزود بتقنيات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات، كما سيستضيف الاستاد أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية بالمملكة، في حين سيبنى على إحدى قمم جبال طويق بارتفاع 200 متر ليعزز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب وجذب الزوار من العالم. هذا ومن المقرر أن يصبح الأستاد ملعبا حاضنا لناديي الهلال والنصر، وسيستضيف عدة مسابقات كروية محلية وعالمية كبرى، علاوة على أنه من المواقع المقترحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 في المملكة. برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، استعرض وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي خلال لقائهم بمؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس كلاوس شواب ورئيس المنتدى بورغي بريندا سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي لمعالجة القضايا المرحة الحالية والمستقبلية وكيفية مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والبشرية. من ثلوج سويسرا إلى دفء الصحراء، المملكة ومن خلال دافوس عرضت قصصا مختلفة لم يعتاد عليها رواد المعرض من قبل. خلال العام 2018 برزت مشاركة المملكة في مؤتمر دافوس العالمي من خلال مؤسسة الملك خالد الخيرية كشريك منتسب للمنتدى الاقتصادي العالمي نتيجة إسهاماتها الرائدة في المنظمات غير الربحية. وخلال المؤتمر أثبتت المملكة أحد أكبر منتجي النفط في العالم ريادتها في تبني سياسات بيئية ومصادر طاقة نظيفة، ففي العام 2019 احتلت أرامكو المركز الأول عالميا من بين شركات النفط والغاز في قائمة المنارات الصناعية، واختتمت نجاحها بتكريم من المنتدى لتصبح أول شركة في الشرق الأوسط تحظى بذلك التكريم. وفي العام 2020 استمرت المملكة في سلسلة الإنجازات المتتالية في دافوس، وكان لها حضورا كثيفا وواضحا، حيث حمل الوفد الرفيع للمملكة شعار المملكة العربية السعودية ممكن فعال، بهدف تعزيز حضور المملكة دوليا وترسيخ مكانتها العالمية. قفزات نوعية استعرضتها المملكة خلال مشاركتها في عام 2022 تمثلت معظمها في مجال تطوير بيئة الأعمال والدروس المستفادة منها عالميا على صعيد تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. العام 2023 زاخر بالإنجازات السعودية في دافوس، حيث وقعت المملكة خطاب النوايا الذي سيعمل على دعم تطوير المبادرات لتعزيز شبكة عالمية للمعرفة وتبادل الخبرات وربط الخبراء وشركاء المعرفة من القطاعين العام والخاص، كما أنها انضمت إلى اتحاد الوظائف التابع لدافوس.
حراك المملكة على المستوى العالمي واضح، ودافوس نقطة التقاء لاقتصادات ضخمة لها ثقلها على المستوى الدولي، ولن تكتمل الدائرة بدون مشاركة المملكة نظرا لما تحمله من ثقل اقتصادي وخطط واضحة للمستقبل. عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية 16 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ. ووافق مجلس الشورى خلال جلسته على عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المملكة وعدد من الدول الصديقة في مجال الطاقة ومجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومجال الخدمات الجوية. كما استعرض المجلس خلال جلسته عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. أبدى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عناياتي رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري ليصبح الأعلى حجما بالمنطقة. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حسن الحويزي لمناقشة إعادة مسار العلاقات التجارية والاستثمارية وتبادل الوفود بين البلدين. وأكد الاجتماع على ضرورة استثمار الأجواء الإيجابية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة لفتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستوى التبادلات التجارية بما يتناسب مع الفرص المتاحة وحجم التجارة الخارجية للدولتين. أعلن برنامج سكني استفادة أكثر من 100,000 أسرة سعودية خلال عام 2023 من البرنامج. هذا وبلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول قرابة 99,000 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان والذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030. تجاوزت نسبة مبيعات الوحدات السكنية في ضاحية أقزام ما يقرب من 95% من مجمل الوحدات السكنية المطروحة بقيمة تخطت 15 مليار ريال، وذلك وفق ما صرحت به الشركة الوطنية للإسكان. تفاصيل أوسع في التقرير التالي. أكثر من 19,000 وحدة سكنية بيعت في 23 مشروعا سكنيا في ضاحية خزام بمساحة تتجاوز 30 مليون متر مربع. وكشفت الأرقام الرسمية لشركة الوطنية للإسكان أن البيع تم خلال فترة وجيزة من الإعلان عن هذه المشاريع التي كان آخرها مشروع أسس هاوسينج مرسية في شهر أغسطس من العام الماضي. ويعكس الإقبال الكبير الذي شهدته المشاريع السكنية في الضاحية قدرات الشركة الوطنية للإسكان على تطوير ضواحٍ عمرانية رائدة مع اهتمامها بكامل تفاصيل ومراحل المشاريع السكنية التي تغطي المسطحات الخضراء بمساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في هذه الضاحية. وتقدم ضاحية خزام تجربة استثنائية لساكنيها
كما تتميز بتنويع الفرص التي توفرها في المجال السكني أو الاستثماري، وتتسم بيئتها بمزايا فريدة تسهم في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، وتقدم أنموذجا للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة مع تكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية وكذلك الاجتماعية والرياضية. أعلنت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية إفك عن افتتاح موقعها للشحن السريع للسيارات الكهربائية، والذي يقع في واجهة روشن بالرياض. وأوضحت الشركة بأن موقع الشحن السريع يتميز بوجود شاحنين سريعين متطورين، يتمتع كل منهما بقدرة على توفير طاقة تتعدى 100 كيلو واط، بما يوفر شحنا عالي الجهد متاحا لجميع مستخدمي السيارات الكهربائية في الرياض. كما أن نشر هذه التقنية وإتاحتها لجمهور المستخدمين يبشر بحقبة جديدة من السهولة والراحة والسرعة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى اعتماد السيارات الكهربائية للاستخدام اليومي. أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استخدام العمالة المنزلية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستخدام والأنظمة المعمول بها وفقا للتغيرات في تكاليف الاستخدام وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند. نشرت وزارة الصحة ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في منشآت الوزارة، وتتضمن تلك الضوابط عدم ارتداء السلاسل أو الشعارات، وأن يكون المعطف الطبي واسعا وطويلا، مع عدم ارتداء الملابس الطبية الرسمية خارج أوقات العمل. يفتتح المنتخب الوطني اليوم مشواره في كأس آسيا 2023 بمواجهة نظيره المنتخب العماني على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة من البطولة، حيث اختتم منتخبنا الوطني كافة استعداداته للقاء اليوم تحت إشراف المدير الفني روبرتو مانشيني، والذي عمل في اليومين الماضيين على تجهيز التشكيل الأساسي لمواجهة عمان والوقوف على إمكانيات اللاعبين الفنية واللياقية، وذلك في المستطيل الأخضر لخوض غمار البطولة الآسيوية. مشاهدينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير لأبرز ما جاء في نشرتنا. وفد المملكة المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس يستعرض مع قادة المنتدى دور المملكة البارز في مواجهة التحديات العالمية. برنامج سكني يعلن استفادة أكثر من 100,000 أسرة سعودية خلال عام 2023. اليوم منتخبنا الوطني يفتتح مشواره الآسيوي بلقاء المنتخب العماني على استاد خليفة الدولي. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.